بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنأخذ وضعية تقويمية في وحدة التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية، وهذه الوضعية أخذناها من بين الوضعيات التي اقترحها أحد الزملاء وهو مشكور على ما قدم. إذن يقول في هذه الوضعية: أجرينا تفاعل كيميائي في أنبوب اختبار لحمض كلور الماء، صيغته الإجمالية أو الكيميائية هي HCl مع مسحوق معدن مجهول الاسم، فلاحظنا حدوث ثوران وانطلاق. يقول: أولا سمي الغاز المنطلق مبينا صيغته الكيميائية وكيفية الكشف عنه. ثم في الفقرة الثانية: بعد انتهاء التفاعل قسمنا المحلول الناتج إلى قسمين A و B، حيث في القسم A أضفنا قطرات من محلول نترات الفضة فتكون راسب أبيض يسود عند تعرضه للضوء، وفي القسم B أضفنا قطرات من هيدروكسيد الصوديوم فتكون راسب أحمر أجوري. ألف، أعطي اسم وصيغة الشاردة التي تم الكشف عنها في القسم A. ب، أعطي اسم وصيغة الشاردة التي تم الكشف عنها في القسم أو في العينة B. ت أو ج، حدد اسم المحلول الشاردي الناتج بعد نهاية التفاعل. والمطلب الرابع: استنتج اسم المعدن الذي تفاعل مع حمض كلور الماء. السؤال الموالي: اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث ووزنها، وذلك بالصيغتين الشاردية والإحصائية. وأخيرا، ما هي الأفراد الكيميائية المتفاعلة بالأفراد الكيميائية الناتجة عن هذا التفاعل؟ إذن فنبدأ بالسؤال الأول: اسم الغاز المنطلق. إذن فالغاز المنطلق هو ثنائي الهيدروجين كما هو معلوم، وصيغته الكيميائية هي H2. كيفية الكشف عنه؟ يتم الكشف عن غاز ثنائي الهيدروجين المنطلق بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب الذي حدث فيه التفاعل، بعدما نكون قمنا بسده لجمع كمية كافية منه فتحدث فرقعة مميزة، ومن هنا نعرف أنه غاز الهيدروجين. بالنسبة للمطلب الثاني: الشاردة أو التي تم الكشف عنها في العينة A التي أعطت لنا، يعني حينما تفاعلت هذه الشوارد مع نترات الفضة أعطت لنا راسب أبيض يسود في وجه الضوء، إذن فهي شاردة الكلور وصيغتها هي أو رمزها هو Cl ناقص. إذن هذا بالنسبة للمطلب ألف. السؤال الثاني: أعطي اسم شارد وصيغة الشاردة التي تم الكشف عنها في القسم أو في العينة B. في الأنبوب B تم الكشف باستعمال هيدروكسيد الصوديوم مع المحلول أو مع العينة، إذن فظهر لنا راسب أحمر أجوري، مما يدل على أن الشوارد التي هي موجودة والتي تم الكشف عنها هي شوارد الحديد الثلاثية ورمزها هو Fe3 زائد. إذن هذا بالنسبة للفرع ألف وباء في السؤال الثاني: حدد اسم المحلول الشاردي الناتج. إذن ما دمنا أننا وجدنا شاردة الكلور وشاردة الحديد الثلاثية فنقوم بالجمع فقط، يعني المحلول الناتج مركب من شوارد الحديد الثلاثية وشوارد الكلور الأحادية، إذن فهو كلور الحديد الثلاثي. إذن المحلول الناتج مثل ما ذكرنا عن التفاعل الحادث هو محلول كلور الحديد الثلاثي. إذا طلب منا صيغته، صيغته هي Fe3 زائد زائد 3 Cl ناقص. إذن هو لم يطلب هذا، طلب منا أن نكتب المعادلة بالصيغتين الشاردية والإحصائية مع الموازنة. قبل ذلك طلب منا معذرة تحديد أو نستنتج المعدن الذي تفاعل. إذن فالمعدن الذي تفاعل مع حمض كلور الماء هو الحديد. نكتب المعادلة الآن، معادلة التفاعل الحديث بالصيغة الشاردية. إذن هنا بالصيغة الشاردية لدينا ذرتين من الحديد تتفاعلان مع 6 أفراد من حمض كلور الماء، يعني 2 Fe صلب زائد 6 H زائد زائد Cl ناقص. سنرى لماذا 6. تعطي لنا
ثلاث جزيئات من ثنائي الهيدروجين كما نلاحظ، وتعطي لنا فردين من كلور الحديد الثلاثي. يعني من أين ننطلق في الموازنة؟ رأس الخيط كما يقال هو الشاردة الثلاثية. إذن لدينا تنتج شاردة حديد ثلاثية. شاردة الحديد الثلاثية ستتفاعل مع ثلاث أو سيكون معها تتعايش مع ثلاث شوارد كلور أحادية، لأن هذه ثلاثية وهذه أحادية، فلا يمكن التعادل الكهربائي إلا بوجود ثلاث شوارد كلور سالبة. إذن ولما نجد هنا ثلاثة كلور، يعني لا نستطيع أن نضرب هذا الفرد أو هذا القوس في ثلاثة. لماذا؟ لأن لن تجد هيدروجين ثلاثي، الهيدروجين ثنائي، إذن ويصير لدينا إشكال. إذن فماذا فعلنا؟ يعني انطلقنا بالتدرج. هنا قمنا بضرب اثنين هذه مع ثلاثة التي هي موجودة هنا، يعني اثنين في ثلاثة، نبحث عن المضاعف المشترك الأصغر الذي هو ستة. هذه الستة التي كتبناها هنا ستحل لنا كل المشاكل الموجودة في هذه المعادلة. إذا كتبنا ستة هنا، قسمنا هذه الستة على ثلاثة الموجودة في الداخل وعلى الثلاثة هذه الموجودة في الداخل لنجد هذا المعامل وهو اثنين. إذا ستة التي وضعناها في المسودة أو في ذهننا، ستة تقسيم ثلاثة تساوي اثنين. إذا يصبح الآن لدينا المعامل في هذا القوس هو اثنين. اثنين في ثلاثة تساوي ستة، اثنين في ثلاثة تساوي ستة. إذا التعادل الشحاني موجود، يعني عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السالبة، تخلصنا منه. الآن الستة التي كتبناها هنا أو في ذهننا نقسمها على هذا المعامل اثنين لنجد عدد جزيئات الهيدروجين المنطلق وهو ثلاثة. إذا لما نكتب هذه النواتج صحيحة، خلاص يبقى لدينا هنا، حتما يكون لدينا هنا ستة في المعامل هذا، ولا ينبغي أن يكون لدينا الحديد كذلك ذرتين. لماذا؟ لأن في النواتج لدينا هنا اثنين مضروبة في هذا الأثر. إذا هذا بالنسبة للمعادلة، لهذه المعادلة، معادلة تفاعل الحديد بالصيغة الإحصائية الشاردية، ثم نكتبها بالصيغة الإحصائية. قلنا ما هو الفرق بين الصيغة الإحصائية والشاردية؟ فقط أننا نتخلص من الأقواس ومن الإشارات، وما كان مكتوبا بينيا أو داخليا يكتب على اليمين. إذا لاحظ هنا كتب 2F على حالها، الستة بقيت في مكانها لأنها خارج القوس، هنا لم يتغير شيء، فقط حذفت الإشارات. هنا كذلك النواتج بقيت على حالها، فقط هنا ننتبه 2 التي هي خارج القوس بقيت في مكانها، فقط هذه الثلاثة الداخلية تكتب على اليمين. إذا هذا بالنسبة للمعادلة بالصيغة الإحصائية. نمر إلى السؤال الموالي، قال اكتب ما هي أو ما هي الأفراد، معذرة، ما هي الأفراد، ما زلنا مع 80، ما هي الأفراد الكيميائية المتفاعلة والناتجة عن هذا التفاعل أو هذا التحول الكيميائي. إذا هنا نظمنا معلوماتنا في هذا الجدول، الأفراد المتفاعلة والأفراد الناتجة، وطلب منا الأفراد الكيميائية. إذا فالأفراد المتفاعلة لدينا ذرة الحديد، صيغتها أو رمزها معذرة هو Fe، ثم هذه الذرة تفاعلت مع شاردة الهيدروجين، يعني كل ذرة حديد تفاعلت مع ثلاث شوارد من الهيدروجين. بما أنه طلب منا أن نذكر الفرد، نذكر نسخة واحدة. إذن تفاعل مع شاردة الهيدروجين رمزها H زائد. ماذا نتج عن هذا التفاعل أو هذا التحول؟ نتجت لدينا جزيء ثنائي الهيدروجين، صيغته أو رمزه الكيميائي هو H2. نعم، صيغته الكيميائية، هذا جزيء، صيغته الكيميائية هي H2. يعني تلاحظ إذا انطلقنا من المتفاعلة والنواتج فليست متوازنة بطبيعة الحال، لأن كما ذكرنا الشاردة التي ستنتج هي شاردة ثلاثية، شاردة الحديد ثلاثية، فينبغي أن تنتج لنا ثلاث ذرات من الهيدروجين. إذن فنحن نتكلم عن الأفراد الناتجة. إذن وبالمقابل ستنتج كذلك شاردة الحديد الثلاثية، شاردة الحديد الثلاثية رمزها الكيميائي هو Fe3 زائد. إذن هذا بالنسبة لما جاء في هذه الوضعية.
في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا فيما قدمناه لكم، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم، وإلى الملتقى بإذن الله مع وضعية أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.